بعيدي احسن. حد يعمل في نفسه كده؟ عايزه تموتي نفسك؟ موت اهون لي من اللي انا فيه. انا حياتي ملهاش لازمه من غيرك اصلا. بعد الشر عليك يا حبيبتي. مفيش حاجه ملهاش حل. احكيلي بس ايه اللي حصل. يوم الفرح الصبح وانا بلم حاجتي من الشقه، اخويا جه وقال لي باباكي تعبان قوي في العنايه المركزه، وخدني ونزلنا جري. طب ما كلمتنيش ليه؟ انا جيت اكلمك واحنا في اول الطريق، لقيت ان انا نسيت الموبايل. بقول لاخويا نرجع نجيبه، قعد يزعق، قال لي باباكي تعبان مفيش وقت، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب ما كلمتنيش ليه من تليفون اخوكي؟ وانا ما بحفظش الارقام، وبعدين ما انا كده ما كانش هينفع اكلمك قدام. بس ده يوم فرحك يا عشق. انت عارف ان انا ما كنتش قايله لحد. انا ما كنتش قايله لهم كلهم. ما قلتش الا لبنت خالتي بس. اتريها السافله دي خانتني وقالت لهم. قالت لهم؟ يعني هم كانوا عارفين ان احنا هنتجوز؟ ولما رحت اسكندريه لقيت بابا مش تعبان. ولا الموبايل انا كنت ناسيه. اخويا كان مخبيه عشان ما اكلمكش. يعني كان بيضحك عليكي؟ من يوم ما رجعت وهم حابسيني في البيت. طب وبعدين؟ ولا حاجه. قعدت امثل عليهم ان انا ندمانه واني استسلمت لهم. لغايه ما هديوا عليا شويه. واول ما قدرت اتحرك جبت الشبكه وجيت لك جري عشان اقول لك ان احنا مش هينفع نتجوز. احنا القصه اللي بينا انتهت خلاص. نهوا عليها قبل ما تبتدي.